وين ناصر؟ والله ما ادري عن ناصر، والله ما ادري وينه. حلو، ارحبوا ترحيب المطر. من عزيزه؟ ارحبي يا عزيزه. يا ولد الشاهي، انا اضوي معنا من اعطيني ولا يسار، لعبت فينا بالداخل يا ولد، قسم بالله لعبت فينا، لعبت فينا. نزل كيف؟ والله ما نبي مزينه، مزينه مسح كاميرا مضبوطه، بس اللي ضالكم عليها احول لو قلت الا بالله نذا الصرافه. ابتلشنا والله، نبتلشنا بذا الصرافه. انتظر الرحله ترى، شرب السعد. يا محمد يا ولد، شو الضوضية لعبت فينا بالحلال؟ الضوضية يا ولد حارة، لعبت فينا بالداخل يا مسلم، زكمت وشان وجهي وحالتي حالة، لعبت فينا. لا حول ولا قوة الا بالله، تقول والله انا كاني مقطع بصل ما عاد عند. لا يوفق الشيطان يا اخي، داخل ذا يجيني راسه. ايه في عود. نبي شيء شلبته. الله لا يردك، الله لا يردك، الله لا يرد، حرقني الله لا يوفقه. ايش تسوي من ناحية؟ لعب فيني الداخل، لعب فينا العود ذا في تدخين. يا عوينك بيجيك سرطان الرئة من التدخين اللي تدخن. غسل وجهك برد، وين اغسل وجهي؟ يلا حيهم، ارحبوا ترحيب المطر. لعب فينا الدخان، عفينا الداخل. متى فاتح بث؟ والله توني فاتح بث الحين، ما لنا دقيقتين تونا فاتحين بث، وعلوم طيبة ومرحبا ترحيب المطر. دفع نفسي خاملة، بنضبط الشاهي ذا الحين، بنضبط القهوة. لس أما دخان لا راح، ما زي الجمر راح يدعسه. يا رب نايف يدعسه، يا رب أحد نايف يدعسه. جدتي تقول داخل يتبع زين، ابشرك انه جاني داخل ولا فيه زين، والله لا داخل ولا زين. وين الداخل يتبع زين؟ اجتمعنا كلها. اخرع ناصر ونايف معك، نايف معي، اما ناصر لا. ناصر انا بيني وبينه حرب، وعلموا ناصر ترى بيني وبينه حرب، ولا ابغاه ولا يبغاني، وافل وكشن على هذا الوجه. يا ناصر يا خشمان، يا وجه السمكه، يا وجه القرش، الله يقبح وجهه. اما موجود لا يجي، الله لا يحيي العدو، اصلا ما ابغى له فرقه وجهه، لا يجي ما ابغاه اصلا، خليه ينقلع. يتقلى هو يا وجهه، خلاص انا وناصر ما عاد فيه، مش انا وناصر خلاص انتهت العلاقات، وانتهت ما عاد في علاقات ولا عاد في شيء، خلاص يا اخي. شفنا صورتك القديمة، ما في صورة لي قديمة، ما في صورة لي قديمة، ما في. فكونا من القستات، فعليكم اليوم ما في الا قست، شفتوا اليوم؟ قست ما في، جولة ما في،
سوالف وحليب وشاهي وضحك وناسه، ما في الا بسكسوكه. ايه هذه جنه، هذه جنه، جنه بسكسوكه، جنه السكسوكه، السكسوكه بلا دي، هذه نعمه. اجل وش فيه؟ فيه مصيبه عظمى، فيه طامه، فيه كنت ابيض حيل. لا والله الفلاتر، لا والله الفلتر، الفلتر اللي فلتر ابيض، بعدين صور، بعدين فلتر ابيض، بعدين صور، بعدين فلتر ابيض. ارحب بالمري، ارحب ترحب بالمطر، بعدين صور، بعدين فلتر ابيض، بعدين. شوفوا بقول لكم الصراحه، يعني بصارحكم، يعني اكون معكم صريح لابعد الحدود. اخرع وين؟ اخرع يكلم، بكون معكم صريح. لا جاكم الشخص، تبون تعرفون وجه الشخص الحقيقي، خلوه يفتح جاكو بدون فلاتر. ناحية أنت عمرك 40، 40 الله لا يوفق العدو، عمري 40، اتق الله في نفسك. 40 وش اللي عمرك 40؟ يعني مقدار كان شايف كيس علاج معي، أنا شايفني جايك على عكاز، جاني تقول 40؟ لأنه دارك كان شايفني متقاعد، انت شايفني باوراقي رايح اقدم في الضمان. ليه 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 ذا كله؟ حول ولا قوة الا بالله. وش 40 عز الشباب؟ 40 عز الشباب. هاي قال وش الشايب؟ الشايب وشو؟ اين 40 عز الشباب؟ قال ايش؟ قال 40 عز الشباب. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعمار امتي ما بين 60 ل 70، صح؟ خلاص 60 70 بعدين بوم نوم موت. بس فيهم بس فيهم من يكون عمره انا والله اعرف لكم واحد صراحه قد له 120 سنه وهو على وجهه، والله اقسم بالله انا وصل 120 سنه، والله العظيم انا 120 سنه تقول يلعب بلوت مو بعمر، طلع 20 برا، يعني 120 سنة، يعني بروح المعرض العطوري. نعم صحيح، بكرة إن شاء الله 120 سنة، يعني قبل بكرة إن شاء الله من المغرب للعشاء إن شاء الله أنا في معرض العطور بإذن الله. 120 سنة، وي 120 سنة، يعني ما سالف 120 سنه هو ما شاء الله انبسط، خذا في ذا السنين ما شاء الله عليه. والله اني اذكر ولده وولد ولده، بس عزتي قلبه عز الله مو مبسوط. ولده قده شايب، وولد ولده قده رجال بعياله، ولده قده شايب، وولد ولده قده رجال بعياله. والله لا حول ولا قوه الا بالله، يا وش لحق من السنين يا ناحي وين نايف ثامر. اخرع يا اخرع، تعال اخرع. يا رب يا رب تحمي الجمر، اسكت اسكت يا رب. يا رب يدعس الجمر، يا رب يدعس الجمر. دقيقة بروح انتظر الجمر، تعال بيك دقيقة. روح روح ودي انا ودي السيارة تعال، وشو؟ ودي بدها السيارة تعال. ليه؟ ما يعني مخربة حلانا. ودها السيارة تعال. تعال لك والله. ودها السيارة يا اخوي مخربة على التصوير. وش هيك؟ بسم الله عليك، بسم الله عليك، وش ذا؟ جمرة في الأرض، لا مو جمرة، لا، جمرة، جمرة، جمرة.
ماني بالحاط هي من الحلال. انا ماني بالحاط. اصبر يا اخي. الناس حاطين يا اخي. قول لا اله الا الله. انا ماني بالحاط هي من الحلال. ما اقدر يا اخوي. حسب لي شيء. شوف حط اعطنا ايش الشتاء اعطنا. ذا اعطناه. حط اعطنا عشان نسوي شاهي. احرق تهجير بس. يلا حط اعطنا. حط هنا حط هنا حط هنا حط هنا خلنا ايش اسوي. انا غبي وخر عني بس فارق. اسف والله اسف. هذا خير سوى مخرب في نايف. شوك انت سعد وتبي مقالب. شيل الجمر. لا نبي عاد نسوي شاهي والله. نور خير. شنو بالشاهي يا نايف؟ مسوي قلقك مضبطنا؟ اي ابشر بسعدك. وخر لا تسوي شاهي. معك فاين؟ ايش تسوي فاين؟ معك فاين ولا اعطني بوكك؟ يا وش اللي بوكي انت؟ خلص استديتك يا حبيبي. ترى مو بيز سريع. ابي اشيل هذه يا اخوي. قل له يا عامر يشيلها. عامر؟ عامر شو عامر؟ غد ما تجلس. انا بشيل هذه عشان يا اخوي يا يا مريض انتبه. يا سلام يا سلام. ايش شالها بشجره؟ سجاره. عطى بريك. ليه باند ليه؟ كيف باند ليه؟ بتسوي شاهي؟ لا خلص تمام دخل. عطى السكر والشاي حطه تو مو الحين. خلي حطه بس يبي الحلال. خلي الشاي الله يرحمه. تبي شاهي؟ لا تبي شاي. تبي شاي مضبوط. إيه؟ حطه بس ما نسوي. عطني اياه بس. عطني بس حط بس سكر مو الحين. سكر واقدر شوي شوي يكفي. حط شوي بس. هوش يا الله. خلاص عطى الشاي مو الحين. الشاي عطى الشاي. الله يغلي يا اخي. قول له انت ما تبي شاي كويس. عطى الشاي. لا يا مريض. لا مو بكذا مو بكذا. يا لاصي راسه. دخلوا جولة. لا ما نبي داخلين جولة ولا شيء ولا قستات ولا أي شيء. ما نبي جولة ولا قست ولا شيء. نبي سوالف وضحك صح ولا لا؟ ما يصدق. ها مريض انت. طاحت هي بالضوء. اقسم بالله العظيم انا طاحت يا اخي. ريحه واو. انا غلطي اودع. ليش الشاهي جا هنا؟ عذره صار تقول نمل عليك. بالبيت انا جاي بروق الحين بكنيشه. تمدي من زود. الله يستهمك. خلاص لا تعطي نسد لفع اذني. انت ب 17 بيض الله وجيهكم. ارحبوا ترحيب المطر. تحمس. اسف والله تحمست. اقسم بالله تحمست. لا عادي تعب. بس اسد جاي. اكيد حاسد. حقك يا مرحب. الله يحييكم. نايف بينتفخ خدك مره ثانيه. لا ما نبي جولات والله. ما نبي جولات. نبي سوالف ونبي ضحك ونبي ناسة ونبي ناخذ علومكم وتاخذون علومنا. الله فكونا من الضرب عشان بعد. لا بس تحمسنا ولا ان شاء الله مضرب. نايف طفح الكيل. انا يطفح كيلي من كل الناس اللي مناحي. الله يطول عمرك. بس ادلف تعال هنا. ادلف تعال هنا. وش ما تصير يعني عشان يعني ادلف يا تعال هنا. لا نبي ادلف وتعال هنا. هو نفس الشيء يعني. انت اقرب يا ابن الحلال اقرب.
ميم 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 بيضة ميم. ايش انت تقلدني انت ولا وش؟ ما ادري يا اخوي. متى سفرتكم؟ سفرتكم ابو سلطان رد عليك؟ سلطان رد عليك؟ دق عليه دق عليه دق عليه وقول عسى ما شاء الله ما ترد علي. ما يرد علي ابو سلطان ليه يا حبيبي؟ دق عليه وش التسيب ذا؟ دق عليه قول ليش ما ترد علي؟ وين جوالي؟ نبي مقالب. وش رايكم في مقالب؟ مقالب مقالب مقلب ابو سلطان سله. اي مقالب مقالب وش رايكم في مقالب؟ وش نقول ابو سلطان؟ ماذا لو عاد معتذرا؟ الله لا يحييه والله لا يبارك فيه وهيب ولا تشده ولا تطف الغارب. ليش يقولون؟ وش قايل؟ ماذا لو عاد معتذرا؟ صدق قلت ماذا لو عاد معتذرا؟ ماذا لو عاد معتذرا؟ ايه يعني وش؟ دلال لال لال دلال دلال لال 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 قلال آل 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 دلال آل 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 شكرا. نبي مقام تكلم بصوتها كم رقم؟ أعلمك كم رقم دحين. الله يجيبونك أقسم بالله. لا ما يقدرون. الو 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 السلام عليكم. السلام عليكم ابو سلطان. انا في البث نايف بيسوي فيك مقلب. مقلب ايش؟ وين نايف؟ هلا ابو سلطان. هلا هلا الو مرحبا. سم بتسوي فيني مقلب؟ لا لا غير صحيح غير صحيح. وش عنده داك؟ انا من المتصل انت ولا من ناحي؟ سم اقول من اللي مكلم؟ من ناحي دق على رقمك من رقمي. يعني انت ما انت اللي اتصلت يعني؟ لا والله مو انا وصلت. خبرني انا ما رد الا عندي موضوع. يعني الحين ما عندكم سالفه يعني الحين؟ خلينا نسال نسال وصار على عفيف. عفيف فيها مطر. عفيف فيها مطر. عفيف كان مساء اثنتين ونص تسرع عن عفيف. لا نقول عفيف فيها مطر الزعاق انا ولا لا ما هو بكذا انا اقول انا هو ما هو العفيف فيها مطر. طيب يعني متر لهنا ما راحنا ان شاء الله بنشوف وبعلمكم بكره ان شاء الله. لا بكرة عندي شغل. طيب بعد بكرة بعلمك عاد بشوفه برتب وبعلمك. ايش ترتب شنطتك؟ اجيك؟ لا لا شوف اجيك. ترتب شنطتك عشان نروح؟ لا لا ترتب اشغالي انا مو ب انت نايم؟ انت وش الاسئلة ذي يا اخوي؟ ايه على على وشك يعني. اذا رقدت كلمتك. ايش؟ اذا رقدت كلمتك. اذا قمت قمت اذا قمت من النوم كلمتك نبدا. يلا يلا مع السلامه. هلا مرحبا هلا مرحبا. بس على وجهك ما تسال وجهك. ها بس على وجهك. اه بس اسكت ولا كلمه ما بيتكلم عند الرجال. دق على اخر الليل رايف بيك. بسم الله انك تسد النفس يا مريض. ما ينفع فيك انت. انا خرجت واعترفت. سوي مقالب لحالك. شنو تسوي؟ ما ركبني الا انت. شرع لي يسوي معك مقلب ولا حتى يسوي لك شاي؟ يا اخوي من زين شاهيك يا شاهي ابو حاتم. اسكت. وش شاهي ابو حاتم؟ انا شاهي ابو حاتم يا الحكوات. في بعد مقلب مقلب. مقلب مين؟ افتح افتح جوارك. الناس؟ افتح جوارك. شو بدك دقيقة. تكلم مين انت؟ بعلمك. تبي مقلب قوي؟ ايه وش ذا؟ من هو ذا؟ رقم امي رقم امي رقم امي مريض انت؟ ابو سلطان ابو سلطان بشوف اتصال الله ينكبك. اوكي ابو سلطان على الطاير اني ما دقيت على الراس. رد
اسمع انا عندي مقلب، عندي مقلب. وش ندق على رقم غريب حلو ونقول في اسمه وكذا رقم عشوائي من 05 ايه 6 6 لا لا اقصد صوتك اسمع ايه خلاص لقيت على اطرف رقم يلا دق دق عشان رقم غريب سجلوا البث عشان يزعج الناس، ناس ما يعرفهم، سجلوا هذا اسمه ازعاج الناس لا هذا يزعج، هذا يزعج انا ما يدخل وش اللي تزعج الناس وخلق الله لا سكر سكر هذا موضوع كايده ارحب الثلاثه كما تقول ما دق على دق على اخويا دق على اخويا منو تتكلم اسمع تبي مقلب زين فخم ايه انا اعلمك خليك معي خليك معي خليك معي خليك معي صوتك كسر صوتك يا اخوي دقيقه بن فيه بن فيه فاعطيك رقم واحد ارحبي يا امير الهلاليه ارحبي ارحبي يا هلاليه ارحبي دقيقه قول له حلوه دقيقه نبي مقلب انا وش رايك ما تبي مقلب ندق اتصال على احد حلو إيه؟ ونقول له مثلا ان احنا جتنا بس امشينا امشينا عارفه شوف إيه؟ انا بعطيك رقم عيال عمي عشان ما يعرفون صوتك لا لا بدق على واحد اسمعني اسمعني خلي كل ليله خلي خلي كل ليله الله انا بقول لك شيء خلي بقول لك شيء خلي بقول لك شيء قول قول بس بدون رجلي اخوي رجل بدو رجلي يا ابن الحلال رجلي وش فيك انت اسمع بدق على واحد من اخويا حلو ها ونعلمه ونقول له انك ابن اخويا يا غبي اسمعني بقول أسمع. جاني ورد هديه هل انت جايبه هدي نشوف عارف هنا كل ابوه ما جايبه اي عارف شوف لا عندي فكره انا ادق على عيال عمك وانت تدق على عيال عمي حلو حلو عيال عمك ما يعرفون صوتي وعيال عمي ما يعرفون صوتك شفت وانت شفت الفكره انت خلاص خلاص فهمت خلوهم وش اقول طيب؟ قول السلام عليكم السلام الله حياك كيف الحال؟ مبروك فزت معنا الف مبروك مبروك الف فزت معنا بجائزه ما عليك ما عليك لا لا تقول فزت معنا بجائزه قول جائزه فازت معنا لا دقيقه اصبر وش نايمين الناس الناس نايمين دقيقه وش نقول طيب؟ وش الف مبروك ربحت معنا ارسل حلم او دريم لفوزك لا يا رجال ما ادري دقيقه نبي فكره لا ما هو دقيقه ابي فكره حلوه دق على عايض تبي عايض؟ اي راقد ترى عند البيت حافظ ارقام كل العائله عنده بوم نوم لا خلاص خلاص اقسم بالله تبي كلمه كلمه ابي عايض دق ابي اقول طيب قلت دق من هو اللي صاحي ذا الحين من هو صاحي؟ اي السلام عليكم قل انا منو طيب؟ قل اصبر انا بعلمك الخطه. قل السلام عليكم وقال هو عليكم السلام وش؟ والله ما عندي اسم. اي دق على وكيل وقل ميد انا بعطيك راتب 2000 انت امشي سوا سوا خلي يولي معاك. انا وكيل؟ لا اسمع اسمع دق على وكيل وبعدين دق على كمال دق على وكيل قل ميده انا اعطي انت راتب 2000 خلي ولي مناحي ما في كويس مناحي هذا راتب خلاص ما في مشكلة ما في مشكلة دقيقة شوي بروح اجيب رقم وكيل سجل عندك بجيب رقم وكيل ما يسمع قولوا ما نبيك السلام عليكم وعليكم السلام وكيل باي كيا باي مين باي كويس كويس حبيبي انت على كفاله مين انت كفاله مين يبغى شغل سوا سوا انا مين انت انا سعود معلوم سعود انا النوم انا يعطي 5000
مين انت؟ انا سعودي يبغى يجي كفالة. انا نام وافق الله لا يوفقه. خلاص ما في مشكلة. خلاص شكلك كلنا وراك جدا. يقول خلاص خلاص يعطي انا 5000. انت كفالة مناحي صح؟ ايوه. خلاص انا انقل كفالة. خلي يولي مناحي ما في كويس. وشو؟ اوكي يقول اوكي. صل عليه صل عليه الله لا يوفق العدو. صل عليه شيل هذا مناحي. اوكي وكيل. ليش يا حبيبي انت ما يبغانا؟ مين انت ومين روح؟ مين انا مين روح؟ رياض. انا اقول ليش انت ما يبغانا؟ من اخو 5000. ما في اخو. انت كلام قبل شيء ما في مشكله. لا ما في كلام. انت 5000 هو كذاب. اي ما في كلام. انت صح هو كذاب. انا ما يسمع صوت. هو ما في كلام صح؟ اي انت ما في كلام صح؟ ايوه. اي انت انا معلوم هو كذاب. هو صح معلوم. انا يا اخو الين انا ورياض. منا وراي مدد كلام هندي قصيمي. منا يا مناح يا اخو في رياض. انا معلوم انت كلام. هو انت كلام مناح يا اخو رياض صح؟ كوب شاي. لا وكيل ترى ما يرقد الا الفجر. مناح يا اخو هنا رياض. اي انا معلومه انت كلام مناح يا اخو رياض. هو كلام انا اعطيه 5000. انت كلام لا انقلع. انا احبي مناحي. ما في روح من مناحي. الكفاله حق مناحي انا يبغى. انا معلوم. لا انا ما في معلومه اخو. انت قلبانه. قلبانه جت الحين. قلبانه انا معلوم. قلب انت معلوم. انت حبيب انا وكل شيء. انت معلوم. انا ما اخو فرمر فريق. انت انا روح انت موت صح؟ اول عرفت اركب الى هنا الى قدرت اركب. ايه على طول. يعني هو ليش تكذب عليه تقول انه وافق؟ ما سمعت. انا معلوم. باعك. معلوم. انت يا وكيل انت تحب مناحي زياده. لا انت ما في كويس. لا انت اللي ما في كويس. انت اللي ما في كويس. كلش عندي الا وكيل. انت اللي ما في كويس. خلاص يا حبيبي. شكرا. ما رايك اللي بدون نفس طالبه سلف انت؟ قسم بالله سحب علي. اقول لك باعك بيعه. سحب علي. هذا جوالي. قسم بالله انا سحب علي. اندق علي هنا كمال. خلاص اشغلك انا. كمال اعمال. جوازات انا دقيت عليهم كله. كمال حق تركي. انا احب. يلا خليك. بس الشاي بس شاينا. خلاص شاينا. لا انا اعطني شاي غير شاي. اعطني كوب. هذا شاينا. لا خله بيشرب. لا بيجيب شاي. خله بيجيب. شيل هذا شيل. طيب لا مو محرقه فرشه. لا والله احرقه فرشه. لا والله مو محرقه. ما بحرق. هذا يدي انا على الفرشه. اي دق على نجير قول تراك بتترك الاعلام. خصوصا تيك توك. بس كيف ادق على نجير؟ كيف ادق على نجير وقول تراك بتترك الاعلام؟ كيف ادق عليه؟ طف ذا يا ولد. خلينا نشوف. انت ومن قالك هو اعلامي عشان يترك الاعلام؟ من قالك انه اعلامي؟ دق عليه من انا اللي بترك الاعلام. انا قصدك انا يعني انا بترك الاعلام؟ بيقول ما راح اطير ابرك الساعات فرقه وجهك. كنت جلست انت ورحت وش سيبك؟ ممكن يصرف عليك الاعلام ولا انت تصرف علي؟ بسوي نفسك بتعزل يعني. اي بيقول ابرك الساعات تذلف. من هو ذا؟ هذا نظامنا انه ترى كذا. والله؟ اي على طول. يعني على اساس انك تصدمني اذا قلت بترك الاعلام ولا شيء. لا عادي اترك وش سيبك. واحد اخ. اي عادي انا الحين عايشين على قمع. بسم الله. يقولون فقرة أسئلة هنا. فقرة أسئلة؟ يلا. دقيقة. تسأل. دقيقة. أصبر.
قدح اشكرك. ما عندي اشكرك من ما عندي انا حارب حار انا اشكرك من هذا اسكت اصبر ولازم تشوف تحدثك يلا وشو سعيد اللوش لا محمد اخوي اتصال لا وش يبي طيب يا اخي انا ترى ما انا هنا ايش اسمه حقت لحظه لقاء دقيت على العائله كلهم على اخوه ما دقيت عليهم ايش شغلت الله يشغلك خلاص ما ادري الجوال ما اصلا نايف في اذن عشان يلزق الجوال فيها ما في اذن والله خله كرسي اعتراف كرسي اعتراف يلا كرسي اعتراف انا وياك يلا كرسي اعتراف انا وياه يسالني واساله وش رايكم يلا واو كنارهم بطلة نبي زي نار يا نار شبي من ضلوعي جبها جب محمد يلا كرسي اسمع كرسي اعتراف لي انا وياك جميل تم 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 طيب يلا يلا تسالني ولا اسالك يلا جمال ماشي وش جمال ماشي تسالني ولا اسالك اسالك يلا هذا كرسي اعتراف يلا انا والله ما عندي اسئله يلا اسال والله ما عندي اسئله خلني اقرا تقرا ايش؟ الحباب المري تقرا ايش؟ دندق يلا اسال يلا يقول لنا اسال اسال اسئله قويه اسئله قويه؟ اسئله قويه حلو ادخل جوجل الحين هلا نيوز السلام عليكم ارحب يا مرحب فيك الله يبقيك وجمل حالك الله حيه الله يبارك فيك هذا بالاستاذ مناحي هذا بالمتالق دائما وابدا ارحب يلا حيه الله يبارك فيك وش امورك الله يعافيك وجمل حالك وشلونك عساك طيب طمنا عنك عساك بخير والله ابشرك بخير وطيب سبحان عاشت ايامك سبحان اللي خلق وفرق بينك وبين اخوك والله ابشرك كلش زين وشلون كانت عساك طيب اخوان كلهم طيبين ابشرك طيبين وبخيرك وش زين اموركم عساكم طيبين والله ابشرك طيبين وبخيرك وش زين حبا نتصل عليك نسلم عليك مشتاقين لك يا مرحبا يا هلا والله وغلا وسبحان اللي خلق بينك وبين اخوك سبحان الله العظيم من اي ناحيه يا اخي من الاخلاق ومن كل شيء بس اخوك اسال الله السلامه حقك امدحك عنده امدحك عنده والله يا اخوك نايف صراحه ما شاء الله تبارك الرحمن تعرف نايف ولا خريع من هو خريع نايف اخوك يعني ما شاء الله تبارك ما شاء الله تبارك الرحمن واستغفر الله يا ذرابه يا الذرابه اللي فيه يا الجمال ترى ايش اسمه ترى يعني من افضل اخويا يجعله يسلم حتى لو الناديه خريع ما عليك منه هذا ضحك بيننا يعني مثلا نقول اخوك خريع لا ترى هذا انا احبه بس انا اديه خريع ليه لانه صديقي والصديق خريع اذني خريع اوكي ايوه يعني واحده من اذني يعني في يعني في اذن واحده كذا لف يمين يعني انت ما لاحظت هذا الشيء معي وين ان اذن اذني اي اقول لك على شيء بس بيني وبينك اي ما عليه ما حد يسمع كلنا ترى كلكم خرعان كلنا لا ما حد يدري بس 3300 اللي يشوفون يعني بالله يعني اخرع على اخرع كلكم طلع كلكم خرعان يعني بسميكم آل خرع بيني وبينك انا ما ادري شلون انكم طايرين ها بيني وبينك خرعان نايف آل خرع بس ما علمت احد اكفى لا يكون اللي زين ساتر الرب يا ابو ثامر يا رب يا رب ما فهمتوا شيء محمد يا رب نقول ان شاء الله ما فهمتوا شيء يعني تبي شيء قلبي كلم رجع كلمها لبيك ارحب سلامتك الله يرحم والديك ويجعل ابوك في الجنه الله يجعل ربي يطول عمرك يبيض وجهك اللهم امين اجعل شبانك في الجنه
يا مرحبا الله يحفظك يا عطي رقم اخوك وش تبي فيه؟ ابي صادقه وش تسحب علي انا؟ اي والله بسحب عليك يا اخي اخلاق زي من اخلاقك وانت على وجهك لا اخلاق ولا وجه ولا شيء اي هذه الدنيا اي بينت لك الدنيا اي سبحان الله الدنيا تبين لك تغيرت ها تغيرت يلا يلا الحمد لله تنفخ لا تنفخ يا اخي سم بالله قبل تنفخ سم هذه نار يا اخي هوش نار بسم الله دقيقه بسم الله بسم الله يا اخوي مريض انت عندك الرماد كلها جاء علي خلا بس يجي حار شوي ايوه ما شاء الله شيبت لا صح رماد ايوه وش العلوم وش الاخبار طيبين وبخير وكل زين نبيك تعلمنا سالفه مناحي ايه حلو يوم يوم ايش ابي موقف لك مضحك مستحيل تنساه كل ابو ماك في عارفين انا والله اي انت اعطنا موقف لك ما عندي موقف لا لا نبغى يوم يوم خش عندك موقف مثل صرنا مون على بعض اذكر يوم كنت اكرهك انا والله ما انت حتى كان يكرهني بعد متى صرت امون عليك يوم 20 لا مو يوم 20 انت من قال كنت تمون للحين خلي يوم 20 من قال كنت تمون علي للحين يعني انت بزعمك انك واثق انك تمون علي للحين ايه يا شيخ نبي موقف صار في البرنامج وشيكم كلكم تحت البث وشو موقف صار في البرنامج تحت البث موقف صار في البرنامج تحت البث ما عندي موقف الا في موقف لك سد حلقك تعال عنك اقسم بالله ورب البيت لو ما سديت حلقك اني لا طال غاربك ايه بس ما هو بزين ما هو بزين هذا موقف طيب خلاص سد حلقك خلاص عيا صدق كنتم تكرهون بعض كنت اكره كره لليوم انا اكره لليوم لا عاد قول الصدق قول الصدق قول الصدق انت متى منت علي ترى والله اني ما اذكر شلون والله اني ما اذكر الصدق يوم 30 كذا ترى انا كان ماني بمون على طول على فكره انا كان اجلس اشوف اللي هنا يعني اللي يستقبل المزح واللي خاطره وسيع وكذا بعدين ابدا امون عليه بعضهم اشوفه يقلب كذا لا فصار يمون صار رجال يجي يمزح معي نفسه كذب في وجهك انت جاي والله انك والله انك ترى ولا جاي يمزح معي اني جاي تعبت نايف عادي يمزح معي لا كذاب ولا جاني يمزح معي ويقول تكفى يا مناحي هل انا في ابراهيم الاسبوع هذا ولا لا تخبرون يعني الامور عنده ايوه من اول شخص منت عليه في القناه محمد ال ابراهيم يا اخي اعطنا شاهي ابو علي هذا الشاهي بيزين يا اخوي شاهيك مثل وجهك بيزين وش ما بي شاهيك لا ما عليك اول شخص منت عليه محمد ال ابراهيم بعدين سلطان ال ابراهيم والشيخ نعم بعدين عاد ومحمد وش اسمه وفيصل طيب بعدين شلة ضالة هذا كان شف قلوب الأشبال كان يجون في محل ما يجتمعون مع الناس بضحك يعني بكون معك صريح أنت مو منهم كان يجون عند شو اسمه المغسلة من اللي خبر المغسلة كان يجون عند المغسلة ولا وإذا جاهم أحد قالوا كذا بوجيهم يعني ما نبيك تدخل معنا وتضحك معنا لا كذا يا رجال عارف حركاتهم اعطونا شيء احب دبي بعض ما في شيء ينحب ذا هذا ما في شيء ينحب حركات عاد سعود تشوف وجهه وانت بعد 3 متر تشوف برط ما قايل كذا وانت من هناك تشوف برط تدري ما في شيء حركات وسالم قدي ارحب راجعين ارحب واذا قال يا عيال تكفون خلونا نروح الحان وانا بعد وانا انت ناقه الله وسقياها اللي
ها عطنا 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 ثاني كوب شاي. لا 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 هذا شاي انا ابي اشرب شاي. سد حلقك ما في سد حلقك سد حلقك انت وراسك. اي عطني نعناع. لا تعطيه لا تعطيه الا عطني اياه. لا تعطيه سد حلقك عطني نعناع يعني هذا لك انا قرب الاشبال الا سعود. ايش هي سعود ما تبي قست نو نو قست وانت بعد كنت مع فلاح لا تسوي طلع منها. طيب وش مع فلاح وش يسوي؟ طيب وش وش ها جيتني ولا صرفتني اكل ضحك؟ لا ما جي... ما بيجيك. انا عارف انك اصلا ما خليتها تجي. ما بيجي على اساس انك انت جالك مجال تجي ولا والله انت ترى ما تحررت. والله اسمع انت ترى ما تحررت الا يوم 30 قسم بالله تحررت يوم 30 والله ها ان لولا اذا وجاني مجاني ما اجيك رجال. سالم الغامدي ترى ما اشتغل. سالم الغامدي ديزل ما اشتغل الا في يوم كم والله ما ركزت عليه. سالم سالم الغامدي ما اشتغل الا يوم اتوقع ما ظهر الا يوم 40 يوم 40 يوم 40 اتوقع. كبسه الربع كبسه اروع ريالتي كان في المطبخ مع هذا مع وجه الودر هذا كان نسولف ونضحك و... ايام القهوه يلا احنا الحين نبي كرسي الاعتراف بشكل عام في الحياه. تعال كل شيء ترى بس تحلف بالله جاوب بصراحه. والله جاوب بصراحه قول اقسم بالله العظيم. قول تحلف قول طيب قول اقسم بالله العظيم. اقسم بالله العظيم على كتاب الكريم. كتاب الكريم انه جاوب بصراحه. جاوب بصراحه ولا اخفي شيء. ولا اخفي شيء على مناحي وعلى مناحي ولا على جمهور. ولا على جمهور والذي بعث محمد بالحق. والذي بعث محمد بالحق انه جاوب بكل صراحه. جاوب بكل صراحه واذا كذبت. اذا كذبت الله لا يوفقك. صرف ربك. يا سلام هذا الشاهي. هذا والله الشاهي مو بشاهيك. طيب وشاهي اللي سويته يا اخو شاهي هذا مختلف. مو شاهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اسمع الله. السؤال الاول السؤال الاول شوف. ايه اسمع اسمع بس شوف انا شف. انت في اسئله ما اقدر اسالك اياها وانت في اسئله تقدر ما تسالني اياها صح ولا لا؟ ما لا انت كل شيء عندك. لا ما في شيء. لا 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 طيب السؤال الاول عندي خطوط حمراء. خلاص حلو. وش الخطوط اللي عندك؟ خطوط حمراء انت عارفها اشاره انت وجهك. لا انت عارف عندي خطوط حمراء ما ابي احد يعرفها انا. حلو وانت عندك اشياء خصوصيه ما تبي احد يعرفها صح ولا لا؟ السؤال الاول. لا خليني بعرفك الامور دقيقه. لا تكلم دقيقه يا اخوي اتكلم. شاورني شاورني شاورني. صوت مكتوم صوت مكتوم. شاورني دقيقه صار تدري ترى. تسمعون زين. حلو اقرب. السؤال الاول هذا والله الشاهي. يا سلام سلم. بسم الله. من هو اللي في الشخص من هو الشخص اللي في البرنامج ما تطيق في البرنامج؟ اوه السؤال يقلع ذا الراس. هذا ما حسبت حسابه. يلا شخص البرنامج ما تطيق. نعم طيب شو انا بجاوب كل صراحه. في شخص ما طيقه. أقولك حاجة. إيه؟ لا جاوب. والله لا جاوب. لا 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 والله أنا شجاع. والله ما جاوب. والله أنا شجاع. قسما بالله ما جاوب. ولا أهمني سواء جاني جمهوره. قسما بالله ما جاوب. والذي نفسي بيده ما جاوب. لا خله خله. لا لا لا, 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 لا قوي هذا. لا لا جاوب. لأن أننا نضحك ونسولف هم يحملونها على محمل ثاني. لا وجهة نظر يا أخي عادي. فلذلك لا نسولف ونضحك ولا أنا بالله ما أقدر أقول كرسي اعتراف لأن نضحك. عشان كذا والله ما جاوب. نمسح. وش في قلب ناقة؟ وش في ذا؟ نعم بعيد عن البرنامج بعيد عن البرنامج نسولف ونضحك وننبسط. شف بعيد عن البرنامج تدري خلي أسئلة فيني وفيك. يا سلام. إيه طب إيش زين إيش أنا عشان أشوفه. إيش زين خلي خلي كذا. يا سلام أيوه يا سلام يا سلام خل أدخل مع سعود. يا أخوان الله يرحم والديكم. قستات ممنوع. نو قستات نو إيش اسمه نو نو جولات نو بوم ما في سوالف. لو نسأل حنا أغلب موجودين يقول ما نبي قست. صدق شوف الحين تبون قست شوف أغلب موجودين شو يقولون بالمختصر. قلنا في الحياة حلو في الحياة. طيب حلو في الحياة. شوف لا 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 السؤال تفضل. وش الموقف اللي يا نايف أسعدك؟ أسعدني إيه في الحياة خلى غير معرفتي. شوف موقف صراحه انا ما لك اسئله اقول الاسئله الهديه
صراحة الهدية هدية جتني من أمي ما أنساها الله يطول في عمرها حبيبي مو رترالات هدايا أرسلي هدايا لأنها تفرحني أفهم القصة يا حبيبي لا لا, لا, لا تجي مو رترالات هدية هدية ها لها قصة والله 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 لها قصة أيوة كمل أيوة اسم كانت راسة تمك كانت أمي ليلة العيد كان جوالي خربان أطلع كذا أنت كان جوالي خربان حلو وتخيب أتكلم كذا ما يجي لف كذا كان جوالي خربان حلو حلو لا تطلع فكوا فكوا يا قرب شوي يلا كان جوالي خربان حلو ووقتها ما عندي جوال رمضان كله ما عندي جوال ليه ما عندك جوال خربان جوالي اسمه صايم ايوه جت امي جابت لي جوالي عيديهم العيد موقف ما انساه سعدني صراحه انا يعني نعم عندي عندي وفاء لامي اكثر من اي شخص ما شاء الله يعني الهدايا تنبسط عليها لا والله هدايا امي تفرق طيب خلي هدايا امك على جنب الله يجعلك يخليها لك يعني الهدايا هذه تركيبه باص ما ادري اقول ايه ولا لا قلت من طيب طيب انت يوم طلعت من البرنامج اهديتها لا والله يعني هي تهديك وما تهديها والله ما, ما تستحي على وجهك والله اني مقصر يعني تروح المطاعم تدفع 500 600 وامك ما تهديها ادخل على التحويل الحين لا اطلب لها ذهب هي اطلب ذهب ولا احول لها لا التحويل عشان وش تبيه لانها تي ايه حولها وانا ترى بقرا معك طيب يلا جزاك الله خير امك شو اسمها حمده بنت حمد مطيري حمده ونعم الله يا ربي يخليها لك اللهم امين بنشوف بعلمك وانا ذحين اي هي هي انت تكتب رساله على انها تحويل لا يا اخي كم احول يا اخي كم الجوال اللي شريته به احول امي المبلغ حاضر حمد حمد عفوا عليك مبلغ لأن يفصح عنه يفصح نعم. عنه كيف الحمد لله اللهم لك كيف الحمد لله استهليني يوم مبلغ وقدره عاد بكيف طيب حتى منيرة حولها تبشر والله بالسعد منيرة أنا كلي لها خل عادة أنا وفلوسي وكل شيء لها حول بجوالي تبون حولها شو اسم امك نيرة والله نعم ودي اقول مالك بس شوف شوف لحد قال احنا امك ونعم ترى ان قلت ما عليك زود لا مشكله وان ما تدري شو تقول صح وسبت كله منك اسمع وان سبت لا مشكله فانت قل الله يجعل ربي يخليها لك بدون نعم لانه نعم انا اقدر اقول ما عليك زود طيب لو انت ذكرتها عادي يقولوا نعم ولا لا قول الله يجعل ربي يخليها لك وكذا عشان انت ما تجي في مواقف محرجه تحط الله الله يجعل ربي وكش كم يلا انت سالني طيب شخص في البرنامج تحس كان بعيد مو كرب بعيد خلي الكرب لا لا يا اخوان يا اخوان دقيقه يا ما يقولوا نعم لانك لو قلت انت ما عليك زود يعني ما ادري يعني حسرتها ما عليك زود لضيقي لكن اذا قال ونعم فيك وكذا عادي بس ما عليك زود لا انا بس اعلمه عشان بغيت ابيعه ايوه ها شخص في البرنامج تحس انه بعيد كل البعد عنك شخص انت ما تدخل البرنامج يقول نطلع من البرنامج والله نعم صح في الحياه حلو طيب موقف ما يسعدك اسعدك نفس سؤالك موقف اسعدني ولا ما اسعدك 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 وش لا اسعدك اسعدك موقف اسعدني نعم امي نطتني جوا لا لا موقف اسعدني موقف اسعدني موقف اسعدني موقف اسعدني يا اخي موقف اسعدني إيه عرفت وشو يوم فرعني المدرس بين المدرسة اللي دخلت فيها وهم يبقسوني مستانس جدا بقسوك مستانس لا عشان فرعني فكك منهم فكني منهم هذه انا من انا بغيت اتصدق له صد صارت لك هوشات في المدارس يا اخوي سالفتها سالفة هذي خلها على الله بس كم ابوك ابوك ارحبي حي والله الراس ندي من زود طيب
وش انا ابغى ذا الحين خمس دقائق موضوع تنكرت ابغى خمس دقائق كيف اروح واعود عليكم ضروري اكلم خذ جوالي لا لا اكلم من جوالي بيض الله وجهك يا عزيزه الله يبيض وجهك وش الحركه عزيزه بيض الله وجهك يا عزيزه من زود ان شاء الله الله يبيض وجهك عزيزه علي دخل عزيزه هنا امدحها بيض الله عزيزه انت تدعمين وانا اللي اتاذي رحم امك اتاذى انا خلاص خلاص يا ربع صلوا على محمد الله يبيض وجهك يا عزيزه ويكثر خيرك بيض الله وجهكم اللي دعمتوا كلكم بيض الله وجهكم لكن انا بحاجه واحده عزيزه الله يسعدك خلاص يا بنت الناس خلاص يا بنت ما راح ادعم اي دعم يجيني شوفوا شوف. دعم يجيني اقرط في اذنه لا 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 عزيزه عزيزه كيفكم؟ عزيزه يرحم امك دعم يجيني اقرط في اذنه يرحم امك انا اعلمكم الحين تعطيك اسد لا هي بيض الله وجهك يا عزيزه حس اسمك يا رب طيب اسمع 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 قولوا لا اله الا الله التوب اثنين انا عزيزه خلاص والله التوب اثنين خلاص روح والله لا اكتم الصوت وكلم اقدر اكتم الصوت واكلم ما يمديك يا اخوي هذا تحدي بيني وبينك. شوف عزيز شكل عزيزه حاقده عليك. مره والله مره واضح. انا العب وياك لعبه. وشو؟ شوف ابي العب وياك لعبه. حلو. بس خاف هم خلاص. ياو! اللهم لك العبد. ربي معي. والله ربي معي. ها. القم يا عزيزه يا الشركه قلت عزيزه الشركه لا ما قلت لا اح الله وجهك انت الشركه يا الربع عز يا رانا عشان يا الربع صلى الله عليه محمد انا ابي اكلم موضوع ضروري وذا اللي هنا وهو عند ابو سلطان الكلام ترى مسوي كذا عشان اجلدك وش الوضع هل اسكر وارجع ولا المشكله ما اقدر اسكر وارجع لا تكب طيب بقفل البث كمان بقفل بطلع مؤقت بس وبجيكم كم تاخذ وقت طيب بطلع مؤقت بس يعني خمس دقائق ايه يا اخي لا تكب يا اخوان اتصال وبيرجع اتصال بجيكم شوي بجيكم تذكرت موضوع تسمعوني اتب كم اتب خمسة صلوا على محمد قولوا لا اله الا الله في موضوع والله جاني ضروري اطلع والله ضروري اطلع قسم بالله المعذرة يا اخوان المعذرة منكم جميعا والله انا ضروري اطلع والله الموضوع جدا يعني لا اعذروا اطلع عشان كذا الله يبيض وجيهكم جميعا دقيقة بيض الله وجهكم يا عبير وعزيزة وربا وكلكم يلي دعمتوا وبيض الله وجهكم يلي كبستوا وبيض الله وجهكم يلي حضرتوا قسما بالله أنني بننبسط ونستانس ونضحك لكن عاد إيش اللي يقول تمشي الرياح لا تشتي فيه السفن أحسن بارك الله فيك لكن نستاذنكم أنتم خير نعوضكم بث إن شاء الله في الصبح بإذن الله بإذن الله بث الصباح بث الصباح عندي بإذن الله بإذن الله أبشر على خشمي بإذن الله نعوضكم نستاذنكم يا ربع